عليكم وتحية طيبة لكل محبين قناة كريم كسر أينما كنتم. مرحبا بكم معي جديد. هنا في الفيديو غنتكلموا على الحملة الشرسة اللي كينظمها الحزب فوكس في إسبانيا ضد المهاجرين بالأخص المغاربة، المهاجرين بصفة عامة ولكن المغاربة بالدرجة الأولى اللي كيقصدهم هذا الحزب هذا في الحملة ديالو. طبعا كلنا كنعرفوا حزب فوكس، كلنا كنعرفوا التوجهات ديالو، كلنا كنعرفوا الأهداف ديالو والأبعاد ديالو. طبعا الحال من هذه الشحال وانتم عايشوا معايا في هذه القناه، هذه التجربه ديالي مع الحزب هذا والمشاكل اللي لقيت معاه والدعوه اللي كانت عندي معاه في انا والاخوان يعني في المحكمه وفي اخر المطاف يعني الحكم يعني الملف ارشيفا ما ربحناش القضيه، استأنفنا القضيه اخر المطاف ما ربحنا مع الحزب هذا والو. اصدق يعني واخا كتعيش في دوله ديمقراطيه ولكن بعض المرات واخا حتى الدول الديمقراطيه كتخالف القانون بحكم اننا كمهاجرين وهما يعني حزب حاكم، فصعيب انك تتفوق على حزب حاكم وهو خد الصداره يعني ديالو. فهنا كتبقى انت مهاجر وهو كيبقى حزب، اذا لا مجال للمقارنه. حتى في الدول الديمقراطيه كاين الخواض وكنا امرنا الله يعني مع الاسف الشديد. انتم عشتوا معي في هذه القناه هذه ان هذا الحزب هذا ظلمنا صراحه حنا كيوتيوبر او كمغاربه اللي كنا كنتقاسموا المعلومه، وظلمنا تهم اللي هي خطيره واللي من حقنا اننا يعني ندعيوه ونربحوا القضيه، ولكن في اخر المطاف ما ربحنا والو مع الاسف الشديد مع هذا الحزب العنصري اللي كتعرفوا كاملين بكم. فهذا الحزب هذا كما كتعرفوا في كاستي دي لا مانشا، المرشح ديال الحزب كاستي دي لا مانشا اللي نظم واحد اللقاء تمايا ودار واحد كما كنقولوا واحد الحمله شرسه ولا سميوها كما بغيتوا تسميوها ضد المغرب بالخصوص، ضد المغرب بالخصوص لانه كيتوعد كما كتعرفوا في اسبانيا في 2023 غادي تدار الانتخابات الرئاسيات، ما غادي تبدل يعني الغوبيرنو وغتختار رئيس الحكومه والاحزاب اللي غادي تفوز الى غير ذلك. حزب فوكس يعني في اسبانيا عنده المرتبه الثالثه يعني حتى هو عنده يده في الحكومه ولكن كيطمح اكثر. كما كتعرفوا الحزب هذا غادي كيطلع باش باجمل برنامج، انا بغيت نعرف بعدا اشمن برنامج طالع به، برنامج واحد وهدف واحد هو انه وقف ضد المهاجرين العرب والمسلمين او المغاربه بالدرجه الاولى، هذا هما اللي كيربح بهم هذا الحزب هذا. ما عنده حتى شي برنامج مقنع، الاقناع ديالو اللي كيقنع بها الاسبان حاجه وحده هو ان هذا الحزب هذا يعني كيستغل هذيك الظرفيه وكيستغل العقليه ديال الاسبان اللي هما عندهم ديك النبره العنصريه ضد المغاربه وكيبقى غادي وكيطلع. وانتم كتشوفوا يعني وصل حتى المرتبه الثالثه ولا عنده يد في الحكومه. فالبرنامج ديال هذا الحزب هذا اللي كيتوعد به انه كيتوعد ان غادي يوقف المهاجرين المغاربه اللي كيجيو عن طريق البحر او عن طريق البر، كيتوعد ان السياج اللي كاينه في سبته ومليليه اللي كاينه تسأسلك غيولي حائط يعني مسلح. كيتوعد يعني الهضره ديالهم كامله في البرنامج ديالهم انه يعني ضد المغرب والمهاجرين اللي كيجيو من المغرب. هاد الحزب هذا والاعضاء اللي كيتبعوا هاد الحزب هذا يعني كنحسبهم انا صراحه واخا سياسيين واخا قارين مكلخين. علاش؟ لان كتشن واحد الحمله الانتخابيه في هذا الوقت هذا ضد المهاجرين وضد واحد الفئه اللي هي المغرب في الوقت اللي عندك علاقه يعني متوتره مع البلدين وماشي في مصلحه لا ديالك ولا ديال البلد الاخر. يعني في هذه الوقيته هذه بالضبط وفي هذه الظرفيه حنا كنعيشوا حزب فوكس في غنى على انه يزيد من الطين بله لاسبانيا، لان اسبانيا كما كتعرفوا دارت جميع المحاولات انها تحاول ما امكن تصفي مع المغرب والامور ترجع لمجاريها وبقى ما قدرتش يعني بجميع المقومات الدبلوماسيه ديالها والسياسيه. كيجي حزب مكلخ عامر بمكلخين، انتم كتشوفوا الاهداف ديالو البرامج ديالو ما كاينه حتى شي برامج اللي عندهم مقنعه واللي كتبين لك عندنا واحد المخطط اللي كنخدموا عليه باش اننا كنطلعوا باش اننا نوصلوا اسبانيا لهذا المستوى هذا، ما كيعطيوكش هذا الشيء. انا الهضره ديالهم كامله في اي لقاء في اي اجتماع واي حاجه، المهاجرين المغاربه المسلمين الاندماج يعني حاليا هما وعد هما حزب مكون اصلا من المهاجرين باش تعرف العنصريه كيفاش دايره، ولكن هما ركبوا على ديك الموجه هذه كتساعدهم ديك الموجه باش كيطلعوا. هما خصهم غير يطلعوا وصلت على النبي ما كيهمهمش، هما غادي يوصلوا واخا يوصلوا حتى رئاسة الحكومه واخا يولي اباسكر رئيس الحكومه كاع وما غيدير حتى شي حاجه، ما غيغير والو. نهار اللي يولي رئيس الحكومه اباسكر يبقى يقول ديك الساعه يقول الاتفاقيه الثنائيه والمغرب الصديق والشقيق، ديك الساعه الكلام كله يتبدل ما يبقاش ديك الهجوم وداك الشيء كامل. دابا غير ضرب على المصالح الخاصه فقط واللي كتاثر على الحمله ديالهم، انا كنشوفها كتاثر على الحمله ديالهم خاصه في هذه اللحظه هذه اللي العلاقه الاسبانيه المغربيه متوتره. يعني هما عندهم الزهر صراحه هاد الناس هادو عندهم الزهر لانهم غير كيخربقوا، مع ذلك غاديين طالعين
غادي كيكبروا، غادي كيوصلوا، غادي كيفرضوا الوجود ديالهم، وفي جميع المناطق يعني، حتى في كاتالونيا فرضوا الوجود ديالهم، في اندلسيا خلاص من تما هذاك هما المنبع، في مدريد يعني غادي كيتجذروا بواحد الطريقه كبيره بزاف. وهنا كيبان بان الناس اللي عندهم ديك الحس العنصري كاينين بزاف في اسبانيا. انا من الحوايج صراحه اللي بقى فيا الحال بزاف، ما نكذبش عليكم، السنوات اللي عشت في اسبانيا، الحوايج اللي بقات فيا بزاف واللي ضرتني في خاطري، هو ان واحد الحزب ظلمني واتهمني بواحد التهمه خطيره، ومنين دعيته ما ربحت من موراه والو، واخا انا كنعيش في دوله ديمقراطيه. حسيت كما كنقولوا بالحقره، حوايج اللي خلتني انا نفكر زعما نبدل اسبانيا بدوله اخرى صراحه. يعني واحده من الاسباب اللي خلتني نجي نعيش في بلجيكا، واللي خلتني نبدل البلد، وكاين اسباب اخرى ان شاء الله اللي غنتقاسمها معكم في الفيديو. عندي لكم فيديو تفصيلي على السبب الحقيقي علاش خرجت من اسبانيا الى غير ذلك. المهم نحاول ما امكن نتقاسم معكم معلومات في هذا الميدان هذا. المهم انا اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو هو ان هاد الناس هادو ناجحين بدون اي برنامج. يعني شنو كنفهم؟ الناس ناجحين بدون اي برنامج. الحملات الانتخابيه اللي فاتت، المره اللي فاتت، باش هذه 3 سنين، باش انهم حاولوا ما امكن انهم يقنعوا الاسبان باش انهم يطلعوا، كانت جميع الحملات وبدون استثناء، وعندكم كيشخروا عليهم بالحجر فيما مشاو، كاتالونيا في اي بلاصه، كانوا دائما واخا هكاك، واخا شوهوا بهم، واخا خلعوا عليهم الحجر، واخا خطاو فيهم، كانوا دائما كيجبدوا المهاجر المغربي العربي في اي حمله دارت، وبانهم كيتوعدوا بانهم غيوقفوا الهجره السريه، وانهم غادي اللي ما عندوش ورق يجروا عليه، وبانهم يعني جميع الحضور ديالهم في اي حمله كان كيصب في هذا الباب هذا ديال انهم غيجروا على المهاجرين وغيحيدوا الهجره السريه وغيوقفوا الوراق ديال 3 سنين حتى غادي يحيدوها. شوف هما هادشي اللي كيقولوه مادام كيخص المهاجر ممكن يتوقف، يعني ماشي بعيد انهم الا ولاو كيحزب كيشادين بلاصتو في البرلمان ولا اباسكار رئيس الحكومه، راه غادي يحيد القانون ديال 3 سنين، راه ما فيهاش النقاش هادي، القانون ديال 3 سنين، 3 سنين ديال الاوراق ممكن يحيدو، ماشي بعيد، ويولي كيدير كونتراست ديال الدخول الاسباني بطريقه قانونيه ويحارب الهجره السريه. هذا هي يعني اسبانيا كتهضر عليه، ولكن بوكس هذه حادق فيها، هذه يقدر يديرها هي الاولى، ما غاديش يقدر يدير شي تنميه ولا يقدر. السياسه الخارجيه زيرو، ما عندوش مع السياسه الخارجيه، عندهم السياسه الداخليه والمهاجر، هادي يقدر يدير هي الاولى. اما شي حوايج اخرين شنو غادي يقدر يقدم لاسبانيا، ما غاديش يقدر يقدم الكثير، لان حزب مكون غير من رباع ديال الشلهبيه وصافي، ماشي مكون من الناس يعني اكفاء اللي عندهم واحد الحس سياسي، والناس اللي عندهم واحد الابعاد اللي يقدروا يجيبوا البلاد اضافه ويطلعوا البلاد شي مراتب هي مزيانه فقط، بلا 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 والغوات وصافي. هادشي اللي كنشوف انا في هذاك الحزب هذاك مع الاسف الشديد. المهم يعني باش نقول لكم خلاصه القول في هذا الفيديو هذا، ما ان هاد الناس هادو يعني واقفين ضد المهاجر حتى لاخر لحظه، الى حتى فين نشوفهم فين غادي يوصلوا، اللي صراحه لا ياخذون مصلحه لا ديالهم ولا المهاجرين بصفه عامه الغير النظاميين اللي كيشوف في اسبانيا. تقسمت معكم جميع المعلومات الاخوان اللي عندي وخوتكم اللي كاينه. المهمه ديال السادات، المهمه ديالكم ديروا لنا لايك، بارطاجوا الفيديو ان شاء الله كتعمل الفائده. حتى الفيديو القادم، ورحب بكم مشترك جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.